من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. القصة بدأت بالاعتزال. أعلن الصدر اعتزاله السياسي بعد إعلان الحائري اعتزاله المرجعي. ما هي إلا ساعات حتى عمت الفوضى في العراق، سلاح بسلاح، دماء بدماء. وبعد يوم دام وبمهلة ستينية أنهى الصدر حربا لو استمرت لحرقت كل شيء. إشادات كبيرة لموقف الصدر من الجميع، ولكن الإطار بخل بها. استفز المعتزل فعاد ليشن حربا تويترية مستخدما مدفعه الذي أغلق يوما واحدا، ورشق صواريخه مستهدفا قيادات الإطار. نباح، وقاحة، فساد، رذيلة، قذارة واستهتار. صواريخ وصلت شظاياها إيران عبر طلبه إياها كبح جماح بعيرها. هدد قائلا: فلا تحين مندمي. ردا على نداء الصدر وجه شيخ الإطار والمقبول الوحيد عند الصدر هادي العامري نداء إلى القوى السياسية، مطالبا إياهم بإعلان الصمت السياسي والإعلامي، متوسلا قاسما عليهم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. كل هذا لم يدعو بيانات الإطار إلا إلى المواجهة، ولكن هذه المرة عبر مضيهم بتشكيل حكومة جديدة، غاضين أبصارهم عن الدماء التي سالت والأرواح التي زهقت. لم تمر إلا ساعات واندلعت في البصرة مواجهات عنيفة بين السرايا والعصائب، تم السيطرة عليها من قبل محافظ البصرة بحكمة عالية. لم يسكت الوزير، بل شن هجوما هو الأعنف ضد الخزعلي، محذرا مهددا وآمرا بكبح جماح ميليشيات قيس الوقحة كما أسماها، واصفا إياه بالوقاحة والاستهتار بدماء الشعب إن لم يتبرأ. سرعان ما تراجع الخزعلي خطوة إلى الوراء، آمرا بغلق مكاتب العصائب، متوسلا بمحبيه، قاسما عليهم بالحسين عليه السلام بعدم الرد على الإساءات. هل سيلتزم السياسيين بالصمت الإعلامي؟ أم أن التغريدات ستتحول إلى رصاصات تقتل أبناء الوطن الواحد والدم الواحدة والدم الواحد والطائفة الواحدة لا سمح الله؟ طبعا أرحب بضيوفي الكرام، الدكتور رافد العطواني الباحث في الشأن السياسي، أهلا وسهلا داخل الاستوديو، إضافة إلى السيد أو الدكتور حيدر البرزنتي رئيس مركز ألوان للدراسات عبر الأقمار الصناعية من السليمانية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذة منى، وتحية طيبة لك ولأستاذ حيدر ولكافة عاملي ومشاهدي قناة الرابعة. خليني أبدي ويا دكتور حيدر، لأن اليوم يبدو أن هناك بيان بأنك لا تمثل جزء من الإطار. يا دكتور حيدر، هل هذا معناه أن الإطار تبرأ منك ومن تصريحاتك؟ عفوا بس لو تعيدين الكلام، لان الصوت عندي ناصي. خل اخواني يرفعون الصوت. زين، خليه يرفعون الصوت. ارجع الدكتور رافد بين مصرحون الصوت شباب فدوه. خليني ابدي وياك دكتور رافد. اعتزال وغلق صفحات ما طول يوم. نعم. عادت صفحه وزير القائد لتطلق صواريخها على الاطار التنسيقي، شنو السبب؟ أولا اعتزال السيد الساحة السياسية هو اعتزال شرعي. أولا دعيني أعزي عوائل الشهداء، الرحمة والغفران لجميع الشهداء الذين سقطوا ليلة 29 من آب، والشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة. هذا أولا، وأنا أدعو إلى الهدوء والسلام في لحظة عصيبة جدا، فبالتالي الدم العراقي أغلى من كل هذا الصراع السياسي الذي يحدث. هذا في مقدمتي. أما نرجع إلى موضوع اعتزال سماحة السيد الصدر سياسيا، أنا أعتقد هو اعتزال مؤقت ليس نهائي، وأن كان اعتزالا شرعيا، لأن هنالك ما يعرف بأمور شرعية، ما تعرف بعض الأحيان يطلقون عليها دهاليز أو سراديب الحوزة،
يعني هنالك مفاهيم احنا كعامه الناس يعني هو مرجع واعتزل وشو اللي تقصد بالاعتزال؟ لا لا، اعتزال المرجع هو المستغرب، اعتزال السيد كاظم الحائري هو كان مستغرب، وايضا في ذات الوقت لم يعهد الفكر الشيعي هكذا. طيب هاي حادثه لاول مره. وثانيا يعني تغريده السيد واضحه بان هنالك ضغطت على السيد كاظم الحائري من اجل الاعتزال، فباعتبار ان بوصله الاتهام توجه نحو ايران بان ضغطت على الصدر من اجل اعتزاله، او ان هنالك اذا رفض الاعتزال وهو بامكانه رفض الاعتزال، لكن هو افهم مني وبامور وخفايا يعني طبيعه الحوزه العلميه الموجوده في النجف، لان لو لم يعتزل بامرا شرعيا له منتزم بوصيه والده بالرجوع للسيد كاظم الحائري، كانت هنالك ستكون مساله شرعيه تؤخذ عليه، فبالتالي الان يحضر الى مخرج شرعي والعوده مره اخرى. يعني اليوم الاعتزال خلاص، يعني هو اعتزال سياسي شرعي نسبة. نعم شرعي، ليس سياسي، إنما شرعي، لأن تعرفين هو رجل دين السيد الصدر، فيأتمر بأوامر المرجع، بأوامر مرجعية سيد كاظم الحائري الحائري. ولكن البعض يقول أنه باعتزال السيد الحائري فإن السيد الصدر يعني ممكن يعني ما ملزم بعد بوصية والده. وإحنا خلينا نشوف كيف ممكن يتعامل الصدر في أيام القادمة مع مخرج شرعي آخر في عودته إلى المشهد السياسي. حساب الوزير الذي أغلق وتم فتحه بعد يوم. لكن خليني أتوجه بالسؤال للدكتور حيدر وأسألك عن بيان، ما أعرف إذا أقدر أعتبر البيان اللي صدر اليوم هو بيان تبرئة من تصريحات حضرتك ومنك شخصيا من قبل الإطار. لا العفو، السلام عليكم. تحية طيبة لجنابك ولضيفك ولمتابعي قناتكم. يوم أمس قرأنا تصريح صحفي للأخوة في كتائب حزب الله للمكتب الإعلامي، وأنه الدكتور حيدر وأشخاص آخرين لا يمثلون آرائنا في الإعلام، وبالتالي أنا لم أمثل آرائهم يوما، مع جل احترامي وتقديري، وهم جهة مجاهدة وكبيرة وأخوة عزة، لم أمثل آرائهم في يوم من الأيام ولم أتحدث باسمهم، والإخوان ليسوا جزء من الإطار التنسيقي. ثم أنا أعتقد يعني بحسب ما أعرف أنه قد سئلوا عني أو عن بعض الأخوة، فبالتالي يقولون نحن لا علاقة لنا، وهو يمثل رأي الشخصي، وأنا أشكرهم شكرا جزيلا لهم وجزاهم الله خير على هذا الفعل، حتى لا يأتي أحد ويقول أنت منتمي لمنظومة معينة أو لجهة معينة أو لفصيل معين. أنا أتحدث بآرائي وتحمل مسؤولية آرائي، وهذا أمر أفرحني أكثر بصراحة. طيب خليني أجي على تغريدة السيد وزير الصدر الذي استفزتك وخلتك تجاوب، وقلت له أن لا وقح إلا أنت وأمثالك. فالتغريدة هذه مساحتها بعد فترة، بس انت ما طاق قلبك تمسحها، فرجعت نزلتها سكرين شوت، ما طاق قلبك تمسحها وراء أمر السيد أو الشيخ قيس الخزعلي، فرجعت سويت لها سكرين شوت ونزلتها. ست منى عزيزتي، في كل شيء أكو أبجديات وأكو أولويات وأكو حدود في الكلام وفي الاحتدام السياسي وفي الخصومة السياسية وفي كل شيء، في كل مهنة، في كل عمل، في كل يعني سنة الحياة أكو حدود فيها. عندما تتجاوز هذه الحدود بطريقة سمجة، بطريقة تعبر عنها بالسب والشتيمة والانتهاك، لن نرضى من شخصية وهمية. لا على السيد مقتدى أن يقول هكذا كلام، ولو صدر من أحدهم يدعي أنه وزير لأي قائد أو مقرب من أي قائد من القادة السياسيين بهذا النفس بهذه الطريقة ضد السيد مقتدى، لوجدتني أنا أول من يتحدث ويرد بقسوة أكثر على ما يكتب بهذا الاتجاه. بالنتيجة أنا أعتقد أنه سماحة السيد مقتدى الصدر يوم قبل يومين اعتزل العمل السياسي وغلق كل المكاتب، وبالتالي أي متحدث الآن، أي شخصية تخرج في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام،
هي لا تمثل رأي الأخوة في التيار الصدري مطلقا، ويتحملون مسؤولية آرائهم. فبالتالي عندما نرد على أشخاص هم ليسوا من المنظومة، هذا اللي افتهمناه. بس دكتور حيدر انت هذا تعرف اما ان يتحدى السيد مقتدى الصدر دكتور حيدر انت ويتجاوز تعرف على يعني رمزية وزير القائد بالنسبة للتيار الصدري، فكونك تتهجم عليه يعني تنعته بالوقاحة، فانت دا تعادي تيار كامل. انا اتهجم؟ لا ستمنى عزيزتي هذا اكو فرق. هسه انت حضرتك صورتيني كأنه انا المتهجم، عندما تخرج الإساءة من شخص له رمزية فيفترض أن يرد من جمهوره أو من قائدة إذا كان فعلا هو عنده قائد. مو تجيني تعاتبيني أني كرد فعل، لكل فعل رد فعل يساوي في القوة عاكسه في الاتجاه. أنا وقفت ضد الفعل مو فقط ضد الشخص. نعم أنا أحترم وأقدر، وحقيقة أقول أنه الشيخ قيس الخزعلي قائد من الطراز الأول وقائد مقاومة وله حضور وجمهور ومؤيدين. هذه الإساءة عندما لا أتقبلها ولا أتقبل على غير الشيخ قيس الإساءة، ضد المالكي، ضد سماحة السيد مقتدى، ضد أي شخصية أخرى. يعني هذه سنة سيئة، فيفترض أن يتم محاسبة ومعاقبة ما يعرف بالوزير. قبل أن حضرتك توجهي لي سؤال، أنت تجاوزت أو ردت على شخصية وقحة سمجة لا تتعامل بهذا الأسلوب، رغم أنه أنا أحترم طبعا هذه الرمزية، لا رمزية لها عندي ولا رمزية لها عند أغلب الجمهور. لماذا يفترض حتى لا رمزية لها عند الأخوان في التيار؟ لأنه لم يلتزم بكلام وبما قاله السيد مقتدى الصدر. طيب هذا تناقض كبير. طيب خليني أنتقل دكتور رافد وأسألك، يفترض أن الأخوة هم يبينون تغريدة وزير القائد بخصوص الشيخ قيس الخزعلي، يعني كانت إساءة واضحة ومباشرة إلى قائد من قادة الإطار التنسيقي بأسلوب يعني بكل الإهانة إلى هذه الشخصية التي لها حضور ومريدين وأتباع، جمهور واسع له. تمام. الشيخ قيس الخزعلي، دعيني أعلق على تغريدة الشيخ قيس الخزعلي. لا خلينا نبدي بال نعم هو راح انطيج من تغريدة سماحة الشيخ قيس كتعريف لهوية وزير القائد. الآن من يريد أن يسأل من هو وزير القائد فأجابه الشيخ قيس الخزعلي. ردت فعل الشيخ قيس الخزعلي بتغريدة فورية ومستعجلة على كلام وزير القائد هو خير دليل بأن الأخوة بالإطار يعتبرون أو شيخ قيس تحديدا أعطى هوية تعريفية لهذا الشخص، وأقرب شخص هو أعلم شخص ومن أعطى تعريفا لهذه الصفحة هو شيخ قيس الخزعلي. بالتالي شيخ قيس اليوم أخرس من يقول أن وزير القائد صفحة وهمية على الإطلاق. أنا يعني من تشوف أنت الموضوع من بعيد. نعم. بين وزير القائد والشيخ قيس. أي. يعني. ترى أن الشيخ قيس أعقل بالرد وأحفظ للدم العراقي، بالعكس تنازل كثيرا لوزير القائد وهو لا يعرفه. أنا علقت تغريدة سماحة الشيخ قيس متأخرة جدا. لو كانت التغريدة ما بعد خروج السماحة السيد مقتدى الصدر، وتعرفين يعني حجم السيد مقتدى الصدر وخرج إلى الإعلام وحقن دماء الناس باعتباره هو لم يعطي أمرا في القتال، إنما اعتزل السياسة، وكانت ردة فعل. أنا قبل أسبوع من هذا اللقاء قلت لك يا منى أنه الأخوة في الثوار عاشوراء لن يدعوا أحد يخدش من المتظاهرين. ردة الفعل التي حصلت، وأنا لا أريد أن أهيج المواجع، لكن الشيء بشيء يذكر، لو كان شيخ قيس مغردا في ذات الليلة وشاكر السيد مقتدى الصدر، كذلك بعض الأطراف التي أجمعت على شكر السيد مقتدى الصدر بما فيهم السيد باسم خشان، اسمحي لي، لكان الموضوع أهدأ بكثير. ومن يعني واهم، أنا أعتقد من يقول أن الموضوع انتهى حتى هذه اللحظة، لا، أنا أؤكد أن هنالك نارا تحت الرماد، وشاهدنا البارحة وحتى صباح اليوم هنالك أحداث داخل البصرة. فعلى العقلاء
أن يدعو إلى الهدوء ويدعو إلى يعني هسه من أردبه وين العاقل؟ الشيخ قيس الخزعلي هو العاقل الذي أمر بغلق المكاتب. شوفي هسه أنا بعيدا عن شيخ قيس، أنا قلت لك هي متأخرة، هي الفكرة. نعم نعم أنا مع، كان أنا مع خطاب وزير الصدر وزير القائد خطابا سياسيا حافظا حاقنا للدم العراقي، أم كان يعني يصب الزيت على النار ويلا تقاتلوا؟ اسمحي لي، المجسات هسه أنا يعني أحاول قدر الإمكان لا أثير عواطف الناس، لأن ما زالت قبور الشهداء لم تجف، ولدينا أكثر من 45 شهيد من كلا الأطراف، من قواتنا الأمنية، من المتظاهرين، من الطرف الثالث، لا زالت لا تجف. وبالتالي ما أريد أهيج، لكن المعلومات الأولية أن ما حصل البارحة بأن هنالك سيارة مرت من أمام مكتب العصائب، وهذا ليس يعني معلومة أكيدة، إنما هكذا وصل لي، وقاموا أخوة بالعصائب بقتل قياديين اثنين من التيار الصدري. فبالتالي لو أعطى سماحة الشيخ هذا التغريدة الأخيرة، وهي نعم هي بها إيجابيات، الإيجابية الوحدة الأولى والأعظم بأن أعطى رسالة للإطار التنسيقي أن يتعاملوا مع وزير القائد على أنها صفحة يعرفها شيخ قيس، وقد كانت هنالك عبارة ضمنية لأحد الشخصيات يعرفها سماحة الشيخ قيس الخزعلي، وهي كرسالة للشيخ قيس بأن هوية الكاتب لهذه أو وزير القائد يعرفها سماحة يعني الشيخ. يعني حساب الوزير غير وهمي؟ ابدا غير وهمي، ولا يديره اربع اشخاص او اكثر. انا لا اقول، معاني اذا اقول اذا هذه هذه الصفحه فعلا هي صفحه شخص معروف، فهذه مصيبه وكارثه على التيار الصدري ان يمثلهم بهكذا اسلوب ويتلفظ هذه الالفاظ. هذه مردودها عليكم. اسمحي لي، اولا انا لست صدريا أو على التيار الصدري عموما مردودها ترد. الان شوفوا، انا قلت يعني في السابق اذا احاول أعرف هوية الشيخ يعني وزير القائد، هو مجموعة من طبقات المجتمع العراقي التي جزء منها التيار الصدري. يعني هو مجموعة، هو مو مجموعة واحد. ما أخذ من الطبقات المجتمعية المثقفة وغير المثقفة، نحن بالشارع الآن يشتم حتى أعراض السياسيين، فأعتقد أن هذه الصفحة هي تأخذ من طبقات المجتمع العراقي المثقفة والناقمة وحتى المتدنية بأسلوب بعض الأحيان يليق بمن يوجه لديه سهام، يعني يليق بعض الأحيان تكون هنالك رسائل. يعني هذه ما كانت قيس الخزعلي بالنسبة للتيار الصدري؟ شلون؟ هذه ما كانت، هذا الأسلوب هو الذي يليق بقيس الخزعلي بالنسبة للتيار الصدري؟ لا لا، تقوليني ما أقول، الشيخ قيس له مكانته، وأنا أبتعد كثيرا من شتم أو يعني أي لفظ جارح لأي شخصية. وقاحة واستهتار. اسمحي لي، أنا أقول أن هذه الصفحة يعرفها سماحة الشيخ قيس، وأن بعض العبارات هي تليق بمن يصفهم كحد إلمن لطبقات المجتمع العراقي. ما هي مصيبة، أرجع أقول لك إذا أنا هكذا تعريفي للتيار، أنا هكذا أعرف من المصطلحات ما لا يليق أن يتحدث به الساسة فيما بينهم، خصوصا شخصية لي مثل السيد مقتدى الصدر الذي دائما نأمل منه جمع الأخوة مع بعض وأبناء الطائفة الواحدة. خليني أرجع لك دكتور حيدر وأسألك، فقط يعني قبل يعني خلي أوجه سؤال للسيد حيدر. أولا يا سيد حيدر، الآن إحنا بوضع متأزم، تغريداتك بالرد على وزير القائد فأنت توجه سهام إلى التيار الصدري، وأنت الآن نحاول أن نلملم الجراح. يا سيد حيدر عليك أن تكون أكثر تهذيبا، ويجب أن تعلم بأنك بهذا الأسلوب لن تستطيع المشي بقدمين. يعني أنت ده تقصد، لن تستطيع يا سيد حيدر، أنت أخونا وعزيز علينا، لن تستطيع العودة. يعني أنت تقصد أن هذا الأسلوب غير مهذب؟ لا لا، شنو ما أستطيع المشي بقدمين حيدر؟ أنا أوجه لك
نصيحة بمحبة. شنو ما استطيع المشاعر؟ اسمح لي عزيزة حيدر، جمهور التيار تعرفه. تتهدد؟ ابدا ابدا. شنو انا رسالة منو تهددني؟ عزيزي ومنو التهديد؟ انا منو قال لك انا هدد؟ اخويا دعوة قضائية وردع عشائرية بحقك. انت جاي تهدد؟ شنو ما امشي على قدمي؟ ما دا اهددك، اقول لك بهذا الاسلوب مالتك. شنو ما امشي على قدمي؟ اسمح لي يا عزيزي. لا دا تقول لي بهذا الاسلوب ما تقدر تمشي على قدميك. يا سيدي الكريم اسمح لي. على كلامك. انا دا اوصل لك فكرة. يعني ما عندكم بس اسلوب التهديد؟ اسمح لي يا عزيز، انا لست صدريا حيدر. شنو الفكره؟ منو محملك هاي الفكره؟ انا قراءتي للشارع الصدري. بس اسمح لي تسمعني لو ما تسمعني، اذا ما تسمعني لا تاخذ النصيحه. الصدري. تسمعني لو ما تسمعني. اسمعك اسمعني، اوجه لك نصيحه بمحبه. اسمعك بس اولا بمحبه. لا وزير قائد مقدس تحب تاخذها بمحبه لو لا؟ اي ماشي يلا تفضل، خلي اسمع نصيحتك. سيد حيدر، تهجمك على وزير القائد هو معناه تهجم على الشارع الصدري. فأنا أقول لك يا سيد حيدر، أنت أخونا وأنت عزيز علينا وكل دم يعني عزيز علينا. أنت لا يمكنك المشي. أنا أقول لك التيار الصدري غاضب من عندك كجماهير. أنا أسمع وأرى، يعني أنا عايش ببغداد. يا حيدر عليك أن تقلل من هذا الخطاب المتشنج وهذا الخطاب. ليش انا وين عايش رافد؟ بالصين؟ مو انت هم بغداد عايش. انا سمعت انت عايش بكرفان. انا ما اعرف. خلي اجابك. فاذا تحب تستقبلها بمحبه استقبلها، ما تحب تستقبلها فانت براحتك. هذا ليس تهديدا، انما جيد. جزاك الله خير. جزاك الله انت براحتك بعد. هاي نصيحة. لا جزاك الله خير. لا تستمر بالاعلام وبعد هاي النصيحه الاخيره. شكرا جزيلا للنصيحه. انا اشكرك على هذه النصيحه. أنت ناقل لرسالة من التيار الصدري. أبداً. هذا تهديد واضح وصريح لشخص حيدر البرزنتي. يا أخي شنو التهديد؟ ما تمشي. أقول لك خلي أكمل يا أخي. خلي أكمل. راحتك. إنه ما تمشي على رجليك. راحتك. لسمع خلي أكمل. كمل. خلي أكمل أخي. كملت أنت، خلي أكمل. براحتك. هذا يعني أنك ما تمشي على رجليك. أكو تأخير بالصوت وده سبب لي مشكلة. خلي أكمل. ستمنى أرجوك. تفضل دكتور حيدر، لك الوقت. هذا إنه ما تمشي بعد على رجليك، والإنهاء الأخير أو الإنذار الأخير من جمهور التيار الصدري. معنى ذلك إذا أنا قتلت أنا مو مشكلة، أنا اليوم رجل أعمل بوظيفة جهاد التبيين ولدي شرعية من مرجعي بأن أبين الحقائق. لا قدسية لوزير القائد، ولا يمكن أن لا ينتقد عندما يخرج منه إساءة وسوء أدب باتجاه قادة سياسيين عراقيين مجاهدين. نحن كجماهير نتحدث ونقول هذا الأسلوب يا أخي غير الشيخ قيس مناسب. جاوب. ليش جاوب؟ أولاً على الشيخ قيس الصدر أن يرده. الشيخ قيس جاوب. وثانياً على جمهور التيار الصدري أن يرده. وثالثاً خلي أكمل يا أخي. وثالثاً على جمهور الشعب العراقي أن يرده، لأن هذا الأسلوب لا ينتج بلد ولا ينتج إلا فرقة مجتمعية، وهو بوق أصبح للفتنة، وهو يضمر النار في الجسد العراقي. مو أنا اللي صدر من عندي شتم ولا إهانة ولا انتقاص، كل الاحترام كل القيادات التيار الصدري. إذا أنت ما ملتقي بيهم فأنا شايفهم وملتقي بيهم، والبعض بيهم كانوا معايا بالحج، أكون لهم كل الاحترام وكل التقدير. هؤلاء أخوتنا وأبناء بلدنا، إن يمددون يداهم لقتل أبناء تيارك فأنا لن أمدد يدي لقتلهم ولا لسبهم ولا لشتمهم. هذا الذي أقوله. نختلف سياسيا نعم، لكن هذا الأسلوب الوضيع بالتهديد والوعيد أضعه أمام الشعب العراقي وأمام القضاء العراقي. شنو ما تمشي على رجلك؟ أنا رجل عندي ناسي وعندي عشيرتي ومنتمي لبوسط. طيب اجتماعي أخي الكريم، هذا أسلوبكم راح يهدمكم. أنت الآن لا تمثل حقيقة وجهة نظر الصدريين. إذا كانوا ناقمين فعليهم أن ينقموا بأسلوب مثل ما أنا أتحدث. على العموم يؤسفني جدا ومتألم جدا أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة بحيث يصفوك جسديا إذا أنت تتحدث أو تنتقد عن شخصية هي وهمية أنا أعتبرها ما معروفة. طيب. أما حديث الشيخ قيس برد فعل السريع، لأنه يعرف جماهير تحبه، يعرف أنه هذه راح يسبب ردود أفعال كبيرة، راح يسبب مشاكل خطيرة، راح يسبب فرقة مجتمعية. شعوره بالمسؤولية هو الذي جعله يغرد هذه التغريدة. وأنا حقيقة مع التهدئة، مع إيقاف استنزاف الدم، مع إيقاف التراشق الإعلامي، لكنه بنفس الوقت أنت أوقف ما لديك، أوقف هؤلاء.
مشايخ معممين كل واحد عمامته الكبرها يجي يتجاوز وهو معروف بانتماء للتيار الصدري على الشيخ وعلى السادة. طيب دكتور وعلى حيدر، ألم تكن بيانات الإطار مستفزة بالنسبة لبيانات التيار الصدري؟ أنتوا رأساً بينتوا وكأن الإطار هو المنتصر ويلا نشكل حكومة، عوفوا الدماء، عوفوا اللي راحوا، عوفوا اللي انقتلوا، يلا أبداً نشكل حكومة. حتى كلمة شكراً المقتدى الصدر ما انذكرت في بيان الإطار. أنا شكرت السيد مقتدى بشخصي وقلت له شكرا سيد مقتدى بالبيان لإيقاف هذا النزيف. نعم صدرت من الشيخ الإطار اللي هو الحاج هادي العامري، خلي أكمل عفوا، وصدرت من السيد من الدكتور حيدر العبادي، من سماحة السيد عمار الحكيم. هؤلاء هم ركن أساسي من أركان الإطار. بالنتيجة اليوم بيان الحاج أبو أسراء المالكي وبيان الشيخ قيس الخزعلي ماذا يعني هذا؟ ما هي المشكلة يا دكتور حيدر بالثالوث المشهور نوري المالكي قيس الخزعلي عمار الحكيم؟ لا عيب هذا اللفظ، شنو ثالث مشؤوم؟ أنا هذا آدم هذا عيب إذا يعني كان عيب فناقل الكفر ليس بكافر. هاي سوالف التيار شو العلاقة؟ عفوا مو جنابك، أنا ما أتحدث عن حضرتك، عن شخص. هو موضوعنا لب حديثنا اليوم، نتحدث عن شخصية سببت أزمة كبيرة وفرقة مجتمعية وفتنة بين أبناء المجتمع العراقي. أنا أدعو القضاء سيد فائق زيدان أن يتعامل مع هذه الشخصية الوهمية، وزارة الاتصالات يعني هيئة الاتصالات والإعلام، إيقاف هذا الحساب أصبح واجبا شرعيا وإخلاقيا ووطنيا، لأنه هذا دي يصب الزيت على النار. لا فوق كل هذا يجي أخونا رافد يقول لي ما تمشي على رجليك. أنا ما قلت لك يا أخي نصيحة، أنت تريد تفر بالكلام براحتك، روح حيدر براحتك أنت تحمل كلامك. لا فوق أنت حضرتك عزيزي راجع الحلقة أخويا وشوف براحتك. أنا شو أقول؟ براحتك عزيزي براحتك. أقول أنت حر بما تقول طبعا. بعد ما نصحك عزيزي هاي النصيحة الأخيرة، روح براحتك. أنا صاحب رأي، أنا نصحك جزاك الله خير. سجليها أمك ست منى بعد ما استشهد على يد هؤلاء إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزقني الشهادة. الله يحفظ الجميع، الله يحفظ الجميع. انت طلعي هاي الحلقة وعيديها سوي لها ريكورد. لا 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 حقيقة، لا واقعي، ده يحكي الرجل واقع. أنا أشكره جزاه الله خير يعني نبهني، ممنون منه والله يجزيه ألف خير. ليش؟ لأنه إحنا اليوم أمام عدم قبول بالرأي، أمام قطع الألسن، أمام قطع الأيادي، أمام التهجم على الدور، أمام التهديد والوعيد. عشرات مئات الرسائل جتني على هذا الموبايل، والاتصالات تهدد وتوعد، لكن أنا ما أتعامل وياها. ليش؟ أقول هذول أبناء بلدي وإن كانوا من التيار من أي، هم شيعة جيد، وأنا رجل حقيقة أتحدث، لا أقول أتحدث باسم المذهب، بس المشكلة وين؟ المشكلة الجهل الذي يقبع عند الناس اللي تختلف معاهم بالرأي ويحاول أن يصفق جسدياً. أنا تمام دكتور حيدر، هذا خليني بس أنتقل، اسمح لي أنتقل للدكتور رافد. علينا في هذه اللحظات اسمح لي دكتور حيدر أن أنتقل للدكتور رافد وأسألك ليش؟ لماذا التيار الصدري دائماً بهذا الأسلوب يهدد بقتل من يختلف معهم؟ منو؟ من يعني مو شرط، لا دائماً في كل المواقف. لا لا. أنت في كل المواقع مصحيح. قنوات التليجرام شو نقلوا؟ أنا يوصل لي تهديد الوالدي والإخواني، أنا شخصياً، وأنا أصلاً ما منتمي للتيار من الإطار؟ أحسن ما أعرف التيار. صفحات وهمية، صفحات وهمية والبعض منها باسم التيار لو الإطار، لا هم يعني الظاهر هم من جماعة الإطار، بس أنا ما أتعامل وياها على أنه شخص فلان فلان. أنا من ننصح أنصح شخص قدامي، يعني من أنصح منى أقولها منى خففي، يعني باعتبار أنه هي ماثلة أمامي، حيدر ماثل أمامي. يعني أنت تخاف على الشخصيات اللي تراها أو اللي تحبها؟ بس ماكو تهديد يعني من قبل من أنت التهديد؟ تخاف من قبل التيار الصدري على دكتور حيدر؟ من هو؟ أنت. أنا شخصياً خايف على دكتور حيدر من تهديدات التيار الصدري. أنا خايف من أي قطرة دم تراق الآن. هسه أنت بهذه رسالتك بينت لي أنه حضرتك خايف على شخص دكتور حيدر من تغريداته التي تصف وزير القائد. طبعا هذا يشعر، يعني أنت خايف من التيار، يشعر يعني يغضب التيار. أنت عندما توجه ممكن يقتل شيخ قيس. شيخ قيس عندما غرد بأسلوب قال لهم غلقوا المكاتب، ومن دعا إلى قتلي أنا ليس بقاتلة، يعني واضح الآية الكريمة اسمحي لي. أي ف
فالأجدر بالسيد حيدر أنه هو مو هو يقولها، شيخ قيس هو المعني، وماكو يعني فترة قليلة جدا وجاوب شيخ قيس. احنا وصلنا إلى يا مرحلة دكتور رافد، والله شوف خلي أقول لك، احنا وصلنا إلى مرحلة أنه اللي لا يصف مع التيار الصدري فيتهموه بشتى الاتهامات، بل ويهدد بالقتل. وصل بنا الحال إلى أنه نقتنع بأن الإطار التنسيقي أهدأ وأكثر سلاسة من التيار الصدري بالتعامل مع خصومة على الأقل حافظين الدم العراقي. هسا بالرغم أنا ما أقول هم ملائكة، فساد تبعية ولائية يقتلون بس ما يهددون، هم ينفذون على طول. يعني ينفذون مو التيار يهدد من يخاصم. سيدتي الكريمة، هسا أنا من أقول لك التيار، تيار كجمهور لو كشخصيات معروفة، كشخصيات هسا هاي الشخصيات ما معتبريها أنتو وزير القائد، وزير القائد ما معتبري أنتو وزير القائد. هدد منو؟ هدد قيس الخزعلي، هدد شيخ قيس. ايش قال له صغار؟ هدد قال له شيخ قيس، قال له هنالك هاي بعد احداث البصره. أي. ما قال له السيد بجلاله قدره قال انا مطاطئ راسي، وهذه سابقه الكل شكره، لكن هنالك لا ها طبعا انت شكرتي وكنا شكرنا وكل الشعب نشكر. لكن هناك ثلاث اربع شخصيات لم يعني تاخذها العزه بالاثم، لم تشكر السيد وحتى لم تذكر اسمه، يعني هنالك هلامية. ولأنه لم تشكر، تشكر السيد واستفز وزير القائد وخرج لنا بالتصريحات، التصريح صب الأخير غضبه على نور المالكي وقيس الخزعلي. إضافة إلى هذا الآن يوجه مقترحات إلى القائد العام للقوات المسلحة، تمام، تغيير فالح الفياض، وبأنه لا يعني الهجوم صار واضح وفتحت الجبهة. فالح الفياض وهو لا يمتلك شخصية قوية ولا ذهنية عسكرية، غير مؤهل لهذا المنصب. يعني اليوم وزير القائد هذا الحساب سيتحكم بالدولة. لا، ما يتحكم بالدولة، هذا ينطي مقترحات ويأخذ ما يريده من الشارع، هذا نبض الشارع، هذا يأخذ من الطبقات المجتمعية الموجودة. هذا أنا أعتقد الشيخ قيس حسنا فعل بتعامله مع وزير القائد، فعلى الأخوة الإطاريون أن يتعاملوا بجدية مع صفحة وزير القائد، ومن يصفها بالوهمية لا، أنا أعتقد هو واهم، وخير دليل هو تعامل الشيخ قيس. فبالتالي هذه مقترحات آراء ثوار عاشوراء، لأن أنا أقول بصراحة إما أن أنا هكذا أصف الموضوع، إما أن نجعل أو خليه هيك أوصفها، ثورة عاشوراء أمامكم ومطالبها اللي هي مستمرة، وتشرين الثانية من خلفكم وأنتم أحرار، أيهما الدم العراقي أشرف لو تشكيل حكومة توافقية؟ هل تحولت القيادة من مقتدى الصدر إلى صفحة بتويتر اسمها محمد صالح العراقي؟ لا، هي لا تزال القيادة قيادة السيد مقتدى الصدر، لكن الآن هو يعيش أو ردت فعل ذكية من سماحة السيد مقتدى الصدر على الضغط التي مارسته إيران على السيد كاظم الحائري. لكننا نتعامل ويا شخص نعرفه ونقعد وياه ونجالسه، وإجاهم للإطار التنسيقي أكثر من مرة ولأكثر من مبادرة، استلمي الآن كيف يتعاملون مع هذه الصفحة. طيب الوضع كل جدا تأزم. بس سيد مقتدى يقول ما حد يمثلني. منو ما حد يمثله؟ سيد مقتدى لو لم يكن هذه الصفحة جدية وهي تمثل رأي المجتمع العراقي. اليوم أشوفك تتحدث نيابة عن السيد مقتدى. أنا ليش تحدث؟ أنا أحلل، يعني أفكك، هكذا أنا أرى الأشياء. طيب خلينا ننتقل دكتور حيدر. دكتور حيدر، ما رأيك باتهام إيران بالضغط على السيد الحائري وبالتالي تأجيج الأزمة؟ يعني اليوم نلف ونرجع نباوع على كل أزمة أساسها إيران. صراحة أنا رافد هواي يعجبني، لأن هواي صريح ويقول الأمور كما هي. أشكرك، هواي قدمت لي أدلة إثبات أنت وإلي وللناس وللقناة وللكل، شكرا لك. اليوم أثبت الأخ أنه وزير القائد هو 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 من يقود جماهير التيار. اليوم واقفنا على حكاية دكتور حيدر، جماهير التيار وينقلها إلى الواقع. صد لا لا لا، هذا واقع. أنا رد يعني هو يحلل الآن واقعية الحدث،
وينطلق من معلومة باعتبار الأخ مقرب. أنا أشكره بصراحة على هذه الصراحة. لماذا؟ لأنه اليوم إحنا أمام تحديات كبرى. مكاشفة الناس أمر مهم. إحنا اليوم أمام قضيتين، إما أنه السيد مقتدى الصدر اعتزل السياسة واعتزالا شرعيا وأغلق جميع مكاتبه وفوض الأمر إلى شخصية مثل ما تفضلتي أنت وهمية في تسمى وزير القائد، وهي تدير وهي تأجج الجماهير، وهذا هنا أنا صار عندي لبس لازم أفهم. سماحة السيد مقتدى الصدر أعطى أمر للمتظاهرين خلال 60 دقيقة انسحبوا وانسحبوا، إذن هم يقتادون ويأتمرون بأمر السيد مقتدى لو بأمر الوزير القائد، هاي اللي يكون نعرفها يكون نفصل بيناته. ثانيا إنما يخرج مرجع مثل السيد الحائري الله يحفظه ويديم صحته الذي أوصى به الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، شفنا حجم التهكم والتهجم والسب والشتيمة وحرق يعني رسائله العملية من شيوخ وسادة معممين لأنه تحدث ببيانه الأخير. هذا التضخيم أنه إيران أولا المرجعية عندنا معروفة، مرجع لا يخاف، لأن تتنافى المرجعية مع الخوف. يجب أن يكون إماما عادلا شجاعا ابن أصل وفصل وابن طيب. شلون يخاف المرجع الذي يفتي بواجب الجهاد أمام القوات المحتلة الأمريكية وغيرها، يخاف من كلام من هنا وهناك؟ هذا اتهام أكبر وطعن بالمرجع أكثر مما هو اتهام لإيران، وأنه إيران هي اللي حركت السيد الحائري حتى يعتزل. معروفة أنا أعتقد هناك قصور كبير، عليهم أن يدرسوا بجديات العلوم في الحوزة العلمية حتى يفهموا أنه المرجع إذا قل ضبطه، إذا تدهورت صحته، إذا شعر أنه لم يستطع يتصدى المسؤولية بسبب وضعه الصحي، بالتالي هو ينسحب. وعرفنا أكو ناس في يعني في موتهم أو شهادتهم مثل ما سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، أولاده الكبار الله يحفظهم كسروا أختامه. ماكو حد يقدر يضغط على المرجع، واضح. السيد كمال حيدري عايش بإيران وتحدث بكثير من الكلام اللي هو ضد إيران أولا وضد المرجعية في النجف وفي كل المكان، لكن كان رأي وهو مجتهد. وبالتالي أقول هناك مجموعة من الأشياء التي تنسب وتحاول أن تلصق بالمرجع بمجرد أن يختلف سياسيا، وهذه طامة كبرى. إحنا اليوم عندنا المراجع هم وكلاء الإمام، وكيل الإمام الحجة، فعندما يخرج منه تخرج منه فتوى نقول له سمعا وطاعة. هكذا تعلمنا، هكذا تربينا، هكذا درسنا، هكذا نشأنا. إذا كان سماحة السيد السيستاني الله يحفظه فيقول عنه السيد المستطاع، عن من يقول؟ عن السيد الخامنائي. السيد الخامنائي يفتي بضرورة الرجوع إلى السيد السيستاني لأهل العراق من مقلديه في كل أمر سياسي وفي كل شيء يهتم أو يخص العراق، وهذا ما حصل في فتوى الجهاد الكفائي. كثير من الذين لبوا الفتوى هم من مقلدي السيد الخامنائي. هذه المنظومة يجب أن يفهمها الآخرين. شهدنا وشهدت عدسات العالم كيف أن يسب السيد الخامنائي أعلى الله مقامه على من يدعون أنهم أنصار التيار، والتيار إن شاء الله منهم براء. مشكلة كبيرة، هذه فرقة مجتمعية تحاول أن تشق الصف. إيران لا نسمح لإيران أن تتدخل في الشأن العراقي، ونفس سماحة السيد مقتدى الصدر في تغريدة له سابقة قال إيران لم تتدخل في الشأن العراقي خصوصا في هذه الانتخابات. قالها لو ما قالها لعد من البعير الذي يجب أن يكبح في العراق؟ بعير إيران ما أعرف، يكون يسألون هم عنه، أنا ما أدري. هذه المواقف إذا أريد نجمعها ونريد التغريدات نحللها. شخص السيد يقول أنه إيران ما له علاقة بالشأن السياسي العراقي في هذه المرحلة، جيد. ثم يأتي وزيره يتحدث بهذه الطريقة، ثم ينعزل يعتزل السيد بـ 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 بقوله وبفعله، ونحترم هذا الأمر. وكنا أنا نتمنى حقيقة، أقولها بصراحة، لم نقل أنه التيار الصدري لا يمثل العراق، لا، جزء من المنظومة السياسية العراقية وجزء مهم، وكنا لا نتمنى أصلا بالانسحاب.
لكن هذه إرادتهم واختيارهم. عيد وجاب العباس للإطار. الإرادة والاختيار للأخوة في التيار الصدري أكون أنا. نعم. عيد وجاب العباس أبداً. فرحانين أبداً. بالاعتزال. مو بهاي الطريقة. لا تتصورين ستمنى عزيزتي ثقي استقرار العراق ما يكون في الغلبة ولا في لي الأذرع ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بأنه أنا أصفيك جسدياً لأن تختلف وياي سياسياً. هذه المفاهيم غير موجودة عند الأخوة في الإطار. إحنا ما نريد نفتح الجراحات. أنا مع التهدئة، مع وحدة الصف، مع عودة الأخوة في التيار، مع الاستقرار. هل بس تعتقد أنت بأن الحكومة ستشكل قريباً دكتور حيدر؟ ويتحرك وزير القائد ويقول لا لا شكل من حكومة. نعم. هل تعتقد بأن الحكومة ستشكل قريباً؟ إن شاء الله ستشكل قريبا وسيشترك فيها الجميع. وأنا أعتقد أنا متفائل حقيقة، وما يحصل الآن هو زوبعة فنجان ليس أكثر. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين ورحم الله الدماء التي سقطت من الشهداء من كل الطوائف وحقيقة. لكن نقول أن من دفع هؤلاء الشباب لاستخدام السلاح والدفع بهم إلى المحرقة، أسأل الله أن يقف بين يدي الله طويلا يوم غد أمام الله. لماذا؟ لأنه هؤلاء شنو ذنبهم؟ طيب خليني أنتقل دكتور رافد وأسألك. أحسنتي. أمام الله طويلا بغير ذنب وبلا سبب كائن من يكون. طيب. أي دم عراقي يعني. أي دم بأي مستوى بأي اسم قتل بلا ذنب وبلا سبب تروح. أنا أعتقد يجب أن يحاسب. خليني أنتقل دكتور رافد وأسألك عن تغريدة السيد تحسين الحميداوي مسؤول سرايا السلام الذي قال حكومة بذوق توافقية وبذوق خارجي لن تتشكل دقائق، ومسحت هذه التغريدة. شوفي هسه لازم نرجع شوية أي. حتى نقدر نشوف أنه هسه إحنا الموضوع نتحدث عنه لو صار لأشهر ويكاد يصل إلى العام. بالتالي مظاهرات ومطالب مقتدى الصدر ويعني تعليقاته ومؤتمراته موجودة. اللي يريد يحل المشكلة خليه يروح يحل البرلمان ويعدل الدستور ويحاكم الفاسدين، ويأتي تقعد الفرقاء السياسيين جميعا بما فيهم المعارضة وببث مباشر ويصار إلى عقد جديد. أما غير هذا الكلام أنا أعتقد هو صب الزيت على النار. هذا اللي احنا ما نريده، والاخ تحسين مسحها. لكن فعلا التيار الصدري او ثوار عاشوراء مطالبهم موجوده، اللي يريد يحققها فبها. ليش مسحها؟ ها؟ ليش مسح التغريده؟ هسه ما اعرف هو يجيب زين يعني في حال شكلت حكومه. صعب استاذه منى. شنو خطوه التيار القادمه؟ هم مواجهه بالسلاح؟ ما اعرف انا هسه احنا الان نتعامل. شنو توقعاتك؟ انا ما اتوقع، انا اتوقع هنالك ثوره اخرى بمعيه، يعني انا قلتها واعيدها، عاشوراء امامكم وتشرين ثانيه اقوى واكبر خلفكم والاخوان يعني كيف التظاهرات التي يبشر بها. فقط انا اقول انه الدم العراقي استاذه منى اطهر من الدستور. الدم العراقي لو طبعا. حرق قصر السلام، لو حرقت جميع مقرات الأحزاب جميعها بدون استثناء، ولا قطرة دم تسقط ليلة 29. فبالتالي أعتقد أن الأخوة من ظهروا وذهبوا إلى قصر السلام وقصر الحكومي وسبحوا بالمسبح. يا أخي عوفهم، شلبوا بالغزال العفو، شلبوا بالبعران. وهسه شنو الأقدس عندنا؟ والله البرلمان قدامه بعير، لو الأقدس أمهاتهم الآن اللي بالضيم يا حالهن، شنو هالاستخفاف؟ من دفع بهم أنا أقول يا دكتور رافد؟ شنو من دفع مطالب ديمقراطية استاذتي إلى استخدام السلاح؟ منو قال لهم استخدام السلاح؟ منو قال لي من دفعهم إلى استخدام السلاح؟ منو قال لهم استخدم السلاح؟ هسه احنا خلينا نتأكد. السيد قاسم العرجي شكل لجنة تقصي الحقائق، ربما يطلع لنا طرف ثاني، ربما يطلع جزء من الإخوان. ولماذا تأخر السيد الصدر بخطابه لوقف هذا النزيف؟ رجل هو أصلا غير معني بهذا الموضوع إطلاقا، لكن التزامه اعتزل السياسه ما له دخل. يعني لم يؤمر الرجل، لم يؤمر بحمل السلاح، والرجل في ظهريه يوم 30 خرج وقال واعتذر وبخطبه
يعني مرتجلة زين. عاطفية واضحة صح. من هو مرجع السيد أو الصدريين عموما بعد اعتزال كثير الحارة. من الصدريين هواية، من ضمنهم السيد محمد اليعقوبي، محمد إسحاق الفياض، سيد كاظم الحائري، جزء منهم قاسم الطائي، جزء منهم ذهبوا للسيد علي السيستاني. بمعنى أن وصية الحائري لن يتم اتباعها باتباع الخامنائي. من هم التيار الصدري؟ لا 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 أتصور ذلك، لن يتبعوا لأن التيار الصدري يعني لو كان كلام السيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه بوجود كان السيد كاظم الحائري السيد علي الخامنائي كان دعا إلى مرجعية السيد علي الخامنائي. وأنا أزيد يعني هنالك أرشيفات إنه السيد إيران لم تقبل بفتح مكتب للسيد الصدر آنذاك، ومو فقط ترى الموضوع مناط بالسيد مقتدى الصدر، أيضا بيت الشيرازي بعض الأحيان ينتقدون الحرب في اليمن، الحرب في سوريا، ويحتقلون بيت السيد الشيرازي. بالتالي ليست إيران تتحرك بأسلوب شرعي كامل، بعض الأحيان الجانب الأمني أو الجانب القومي يغلب على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا واضح من خلال اعتقال أو بعض الأحيان يصار إلى إقامة جبرية على بعض الشخصيات الدينية، هذا واضح في إيران وموجود. يعني السيد شيرازي قبل تقريبا سنة سنتين ثلاثة تم اعتقاله، لأن وجه انتقاد للسيد علي الخامنائي، وجه انتقاد لما يحصل في يعني الحروب بصورة عامة، يعني إدارة، وهنالك رأي في الحوزة العلمية لا يصار إلى يعني هذا ما أكد السيد رشيد الحسين بعض الرأي أنه لا يصار إلى موضوعة القتال إلا بفتوى، وهنالك رأي لا يصار إلى أي قتال إلا بوجود الحقيقة المطلقة اللي هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. هل سيعود الصدر إلى سياسة؟ أكيد سيعود وهو الآن موجود. يعني ما طول الاعتزال اليوم؟ ها الاعتزال ما طول يوم هيك على هالحكي. هسه هي هاي موجوده، هو رسم الخطوط العريضه الى تياره ومطالبه موجوده، فعلى الاخوان يتعاملوا معها. عاد السيد الصدر دكتور حيدر، يعني لازم تشكل اليوم حكومه بموافقه السيد الصدر وبمراضاته وبالاعتذار له من قبل الاطار، خلص رجع السيد الصدر. هلا بي اذا رجع شنو المشكله؟ ما عندنا مشكلة يعني إذا رجع السيد هلبي، بس وفق الآليات الدستورية وفق التوافقات. هم بالبداية قالوا له قبل التظاهرات قالوا له يا سيدنا أنت الآن إذا شكلنا حكومة تمثيلك بالحكومة كما هو تمثيلك داخل قبة البرلمان، بمعنى نعطيك وزارات بحجم الكرسي الذي تملكه، الكراسي اللي هي 73 أو 74. جيد، هذا العرض كان موجود يعني وما زال قائم بالمناسبه. ما يريد يعني ما يريد مشكلة. نور المالكي وقيس الخزعلي اللي بعد التيار عن الواجهه السياسيه، ما يريد هؤلاء القاده، وما يريد هسه اليوم ما راد فالح الزيادة. لا لا ما يريد هاي الشخصيات، هو عنده مشكله بالاستراتيجيه في اداره الدوله التوافقيه والمحاصصه، ليس معني لا شيخ قيس ولا سيد المالكي ولا سيد عمار، هو ما اعرف هاي المشروع. طيب دكتور حيدر، اولا أنا أعتقد أنه قضية رغبة فلان وعدم أرضى فلان وما أرضى فلان، أولا هي يعني واقعا هو مو بيت مثلا حتى تشيل منه وجارك يعني مخو جار وتروح المكان آخر، هذا بلد، هذا مجتمع، أكو ناس مثل ما أكو ناس تحب وتتبع السيد مقتدى، هناك أناس تحب وتتبع الشيخ قيس، وهناك أناس تحب وتتبع الحاج المالكي، وهكذا. يعني شلون أمنع هؤلاء الناس قهرا جبرا؟ ماكو شيء بالديمقراطية. نعم لا أتوافق معهم في بناء الدولة، في منهجيتها، في موضعها، نقول تعال تفضلوا طاولة حوار، خلي نبدي مبتنيات. أكو أزمة ثقة، لا الإطار يعني حقيقة مثل ما السيد ما يثق بالإطار، خل الإطار هم ما يثق بي، لكنه احنا ما نقول هيك، نقول ما زالت هناك خطوط، ما زالت الثقه موجوده، ممكن العمل المشترك، القطره الدم اللي يتباكى عليها اي شخص اي عراقي سواء كان رافد او غيره لازم يطبقوها على ارض الواقع. مو انا شايل سلاحي واهدد ووعد ورعد وكذا، ولو لو لو تفشلون وتنتهون لو ما اقبل.
علينا أن نتفاهم وأن نسترخي وأن لا نستخدم هذا الأسلوب أمام الناس، لأنه هذا الناس راح يتكرهنا بالناس. الناس تكره قضية الجبر والقهر وتذكرنا بالدكتاتورية السابقة. طيب بقص الإذن وقص الأيدي وقص الكذا، هذه ما تصير. أنا اليوم أختلف وياكم سياسي، قص الإذن ما أرغب منهجكم السياسي. شنو السؤال في الإطار؟ قص يقصون إذن الإذانات الكاظمة ويهمني شنو السؤال في الإطار قص الإذن؟ لا عزيزتي أنت مرة ما صدر شيء من الإطار الرسمي بهذا الموضوع. هذا اللي تحدثوا به كان صدر في وقتها لحادثة ما بطريقة ما، ما يصير قياس. طيب شكرا جزيلا. أنا ما عندي وقت، أسفة جدا دكتور حيدر رئيس مركز ألوان عبر الأقمار الصناعية من السليمانية. شكرا جزيلا لك دكتور حيدر البرازنشي، إضافة إلى المحلل والباحث في الشأن السياسي دكتور رافد العطواني. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله.